400 مليار سنتيم. متهم بتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من قانون مكافحة الفساد من خلال إشراك ابنه في شركة أسمية جمال المملوكة لصاحبها أو لصاحبها مازوس أحمد بعد 3 أشهر من توليه منصب الوزارة وزير أول أو منصب الوزارة الأولى، وذلك بالتنازل له حيث دخل يعني ابنه بنسبة أو بمساهمة تقدر ب 23% من رأس مال الشركة بدون أي مساهمة مادية، ثم تم ترقيته في 2015 إلى رئيس مجلس إدارة ثم مدير عام للشركة بالرغم من غياب أي مساهمة مالية له في رأس مالها، فقط لكونه ابن الوزير الأول المتهم حاليا، وهذا ما قد يؤدي إلى تلاقي وتعارض المصالح الشخصية والمصالح العامة وبالتالي التأثير على ممارسة مهامه العامة كوزير أول، لأن وما يدل على ذلك هو أن ملف تركيب السيارات كان تحت إشرافه مباشرة ودون أن يخبر السلطة الرئاسية بذلك طبقا لما نصت عليه المادة 9 من قانون مكافحة الفساد. المتهم عبد الملك سلال لم يقم قام بتصريح كاذب طبقا للمادة 36 قانون مكافحة الفساد من خلال عدم تصريحه بالسيارة من نوع راند روفر. المتهم عبد الملك سلال شارك في التمويل الخفي للحملة الانتخابية أحزاب سياسية، وباعتبار الحملة الانتخابية هي نشاط من نشاطات الأحزاب السياسية طبقا للمادة 39، حيث عين في 10/2/2019 مديرا للحملة الانتخابية المترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقام بفتح حسابين بنكيين، الأول مخصص لمختلف الإيداعات والثاني مخصص للمساعدة أو التبرعات المحتملة أو للمساعدة المحتملة من الدولة، وهو بذلك خلق المادة 196 من قانون الانتخاب وفوض بعدها المسمى شهيد حمود للقيام بكل عمليات المالية، إضافة إلى المتهم شهيد حمود عين من طرف شخص آخر لا علاقة له بالحملة وهو حداد علي